مساء الخيرات وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من ممكن في هذه السهرة في يوم الجمعة حلقة متميزة جدا متميزة لأن يكون فيها في الجزء الثاني إعادة لواحد من اللقاءات اللي كان أجرها الأستاذ خيري رمضان في الفترة الأخيرة وبناء على طلب حضراتكم ورسائل اللي بتتبعت على الاس اس الخاص بممكن عدد كبير جدا من مشاهدي ممكن طلبوا اعاده اللقاء الجميل اللي كان ما بين الاستاذ خالي رمضان والمطربه اللبنانيه الجميله ريما خشيش هذا اللقاء وهذه المطربه الجميله ذات الصوت العذب الاغاني العربيه الاصيله والاغاني الطربيه وحتى الاغاني المصريه تجدها بشكل كبير جدا هذه المطربه حينما كانت في بدايات المشوار المهني آآ والتقت آآ آآ موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب طلب منها الموسيقار الراحل أن تبقى في مصر وألا تعود إلى لبنان نظرا لجمال صوتها ولمستقبلها الواعد لكنها يبدو أنها اختارت أن تعود إلى لبنان لظروف ما ولكن ها هي مرة أخرى ريما خشيش كان في أول لقاء تجري مع أي محطة مصرية كان لقاء الأستاذ خالد رمضان لقاء جميل هنشوفه كلنا وهنستمتع به إن شاء الله بعد دقائق قليلة ولكن كالمعتاد الفقرة الأولى هي فقرة الأخبار واستعراض لأهم أخبار اليوم أخبار اليوم النهاردة يبدو أن احنا لازم كل يوم نصحى يمكن بالنسبة لنا احنا شوية كإعلاميين أو مشتغلين في مهنة الإعلام أو الصحافة لازم نعرف إيه اللي بيحصل في الدنيا نفتح الموبايل على مواقع إخبارية معينة نفتح التلفزيون على قنوات إخبارية بعينها نشوف اللي بيحصل النهاردة الصبح صحينا برضو على إرهاب صحينا برضه على احتجاز رهائن، صحينا على ناس ما بتخافش ربنا وبتسيء الى الدين الاسلامي وبتشوه الدين ايما تشويه. تستشعروا حضراتكم ان الجماعات الارهابيه والجماعات المتطرفه اينما كانت تستشعروا ان هم عندهم تارجت معين على فكره او على طريقه مندوبي المبيعات او شركات التسويق، كل موظف عنده تارجت عايز يوصل لمستوى مبيعات معين. تحسوا حضراتكم ان الجماعه الجماعات الارهابيه او الجماعه الارهابيين كمان عندهم نفس التارجت كل جماعه ارهابيه بتنافس الاخرى في سفك الدماء يعني النهارده اصبح بوكو حرام يتفوق على داعش بوكو حرام يتفوق على داعش بوكو حرام قتل 6644 خلال السنه دي داعش حرام قتلت بس 6773 6073، ففي تنافس ما بين الجماعات الارهابيه، زمن الارهاب الجميل، المهنه اللي بدأوا بيمتهنها ناس تحولت من البلطجه والاجرام ومن السجل الجنائي الرديء تحولوا الى التعصب والتطرف، للاسف هو ده الوضع، النهارده صحينا على بوكو حرام ذات السمعه السيئه في منطقه الصحراء الافريقيه صحينا في مالي في العاصمه باماكو احد الفنادق البشوره هناك كان الساعه 7 الصبح يكتظ بعدد ليس بالقليل من الجنسيات المختلفه سواء من الماليين الفرنسويين الصينيين من الامريكيين وهولنديين من جنسيات كثيره جدا وحتى من اتراك فوجئوا بسياره تحمل لوحات دبلوماسيه بتدخل الى الفندق وما ان بدات تقترب من الفندق إلا أن بدأت في فتح النيران بشكل مخيف سيطرت على بهو الفندق احتجزت عدد من الرهائن حوالي 170 رهينة العالم كله اتقلب كله أمريكا يعني بجلالة قدرها وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن هي قدمت العون فرنسا اعلنت ان هي شاركت في عمليات تحرير الرهائن بقوات خاصه موجوده في العاصمه باماكو حضراتكم عارفين ان فرنسا من 2013 كانت بتشن حمله ضد المتمردين في المنطقه في شمال مالي والنيجر نظرا للوجود الفرنسي العسكري المعروف هناك منذ سنوات طويله جدا المهم قدروا ان هم بعد فتره القوات الفرنسيه والقوات الامريكيه قدرت تتعامل مع الموقف واستطاعت ان هي تنقذ حوالي 170 رهينه التلفزيون المالي بيقول 80 رهينه على اي حال لكن المؤكد ان سقط في هذه العمليه 28 جثه كانوا داخل الفندق زي ما قلت لحضراتكم كان مجموعة من الجنسات كانت موجودة من بينهم ست أمريكيين كانوا من بين الرهائن وعدد من الصينيين وعاملين في شركة الطيران التركية من ضمن المحتجزين الحقيقه وده كان الشيء الغريب برضه حظه العسر يعني احد اكبر رجال الاعمال في افريقيا وهو رجل الاعمال النيجيري اليكو دانجوتيه أليكو دانجوتي ده صاحب ثروة واسعة بتقدر بحوالي 16.5 مليار دولار 16.5 مليار دولار ده على قائمة فوربس لأشهر رجال الأعمال الحقيقة الموجودين في العالم برضو كان موجود لسوء حظه أليكو دانجوتي ولكن تم إطلاق صراحه بعد المقامد الشرطة المالية والجيش المالي وقوات أمريكية وقوات فرنسية بتحرير الرهائن الشيء بقى المخزي كل ده ممكن يحصل ممكن ممكن نقول ارهاب وحاجه سيئه وهيتم تناقل هذا الامر واحنا نشعر بالاسى ان اللي قام بده للاسف بينتموا الى هذا الدين ولكن الشيء المخزي واللي انتشر على الوكالات الانباء والفضائيات العالميه هو ان الرهائن كان لازم عشان اخرج يسيبوني او يطلقوا سراحي واخرج من الفندق لازم اقرا سوره الفاتحه. فاللي قرا سوره الفاتحه كامله وخرج كانوا عشرة تخيلوا حضراتكم تصبح سوره الفاتحه تقترن بهذا الشيء وهذا الفعل الدموي. من يحفظ الفاتحه يخرج سالم ومن لا يحفظ الفاتحه هو عرضه للقتل كما قتل 28. 10 خرجوا والباقي موجودين عشان كانوا حافظين الفاتحه. كمان الحقيقه من الشيء المخزي واللي تم تنقله في هذه الحادثه صباح اليوم اصوات التكبيرات وتعالي التكبيرات مع زخات الرصاص اللي كانت بتسقط في بهو الفندق ومع كل واحد من القتلى ال 28 حقيقه شيء مخزي وشيء الحقيقه بيشعرنا بالخجل عشان كده احنا بنشد على ايدي وزاره الاوقاف و فضيلة مفتي الديار المصرية وعلى فضيلة شيخ الأزهر في الدعوات اللي بيقوموا بيها عشان تحسين صورة الإسلام في الغرب طبعا زي ما قلنا لحضراتكم في أمور كتير الحقيقة موجودة في هذه الأزمة ولكن هي انتهت على خير وتم تحرير الرهائن رهائن في مالي أزمة في مالي إرهابيين موجودين في ليبيا في داعش طبعا داعش موجودة في ليبيا موجودين في النيجر موجودين في مالي كل ده للأسف محيط بمصر ومصر لما حذرت من هذا الأمر وحذرت من التواجد الداعشي وتمدد الداعشي في ليبيا للأسف محدش استجاب النهاردة بيقوم منفردين بشان الضربات وليهم تواجد عسكري ولكن لما مصر تحاول أن هي تحفظ كرامتها وتحفظ دماء أبنائها بيكون يعني بيقبلوه على مضض وهم مش مستريحين هم مش مبسوطين في حين ان مصر انها برضو كمان بتحاول حفظ امنها الداخلي زي ما قلنا لحضراتكم ان داعش للاسف اصبحت يعني في المركز الثاني وابوكو حرام اصبحت في المركز الاول فبالتالي التنافس ما بين الفئتين الضالتين على اشده بوكو حرام قاتل 6644 وداعش قاتلين 6073 ودي زياده تقدر بحوالي 317 في المية عن العام الماضي اعداد القتلى في ازدياد 300 نتيجه الارهاب طبعا 317% عن العام الماضي نتمنى ان شاء الله باذن الله 2016 يكون العام الاقل في اعداد من يسقطوا نتيجه لهذا الارهاب الدموي والوحش نراكم بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مره اخرى. النهارده كان في اجتماع هام للغايه لوزراء الداخليه والعدل الاوروبيين كان في مقر الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي في بروكسل. النهارده الوزراء الاوروبيين سواء من الداخليه او من العدل كان ليهم وقفه قويه رغم مجموعه من التباينات الداخليه ما بين عدد من الدول خاصه في منطقه الشنجن لكن بصفه عامه اتفقوا على تدقيق وتغليظ الاجراءات من اجل او اجراءات الدخول او السماح الدخول لمنطقه الشنغن بالنسبه للقادمين من الخارج في اجراءات مشدده على الحدود ما بين دول الشنغن كان الترقل كان في منتهى السهوله سهل جدا حضرتك بتركب القطر من ايطاليا تلاقي نفسك في فرنسا تركب من بلجيكا تلاقي نفسك في هولندا الامور والحركه كانت انسيابيه وكانت اعتياديه كانك بتتنقل ما بين مدن داخل بلده واحده مش داخل دول في قاره واحده فيبدو ان هذه الاجراءات نتيجه لاحداث باريس الحقيقه هذه الاجراءات كمان هتكون في ازدياد كمان الحقيقه كان في حديث النهارده ما بين وزير الداخليه الفرنسي برنارد كازنوف وبعض المسؤولين خاصه في بلجيكا على مساله تجديد الاجراءات فيما يتعلق بتجاره السلاح هناك مناطق بعينها في بلجيكا على الحدود مع فرنسا يبدو ان هذه المناطق تعتبر بؤره للاتجار بالسلاح فكان هناك تجديد حتى سيشمل ذلك السلاح الابيض ليس مجرد الاسلحه الناريه ولكن كمان السلاح الابيض وتم اقتراح تشكيل قوات حرس حدود اوروبيه لتعزيز السيطره. النهارده رئيس وزراء فرنسا مانول فالس قال ان بلاده ستتخذ كل الاجراءات لضمان امنها واكد مانويل فالس انه يجب فرض الاقامه الجبريه على من يشتبه ان هو متورط في اي عمليات ارهابيه او تنظيمات ارهابيه وكمان اكد رئيس وزراء فرنسا ان يتم مراقبه هواتف الاشخاص اللي قد يكونوا بيعرضوا الامن القومي الفرنسي للخطر وقال باللفظ الجهاديون والسلفيون ومن يدعمهم هم اعداؤنا وأشار إلى أن فرنسا قد تلغي الشنغن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات أمنية حاسمة بشأنها يعني فرنسا قالت لهم لو ما دققتوش الإجراءات في الشنغن أنا مش شرط أي واحد ياخد تأشيرة مثلا لبولندا أو لأي دولة تانية أوروبية أبص الاقيه جاي لي على فرنسا لأن معاه تأشيرة الشنغن لا لازم يكون في قوات أوروبية قوات حرس حدود أوروبية لازم تدقق في الإجراءات ففرنسا قد تنسحب خصوصا أن بريطانيا بتقول انها في مامن وفي عزله عن الارهاب، ليه؟ لان بريطانيا ببساطه غير منضمه للشنجن فبالتالي هي غير هي غير ملزمه بالاجراءات الامنيه وانها تسمح لدخول من يحمل الشنجن دون تدقيق، فبالتالي بريطانيا بتقول انا في مامن، يبدو ان فرنسا هتسير على هذا الامر وقد قد تخرج فرنسا من الشنجن. الحقيقه امبارح انا اخطات خطا غير مقصود. في الخبر الخاص بوفاة شاب مصري في باريس الله يرحمه صالح الجبالي كانت المعلومات اللي عندي والحقيقة يعني الأمانة المهنية تقتضي دايما تصحيح الخطأ والاعتذار بكل تأكيد المعلومة اللي كانت عندنا كلنا أو معظمنا إن كان في مصري واحد بس هو اللي مصاب في أحداث باريس اللي كانت الجمعة اللي فاتت فالخبر لما جه امبارح بخصوص وفاة الشاب المصري أنا كان عندي قصة إن في شاب مع أمه ومع اخوه الشاب ده اتعرض للحادث في استاد فرنسا فرانس وهو ده الشاب اللي كان موجود ولما جه الخبر امبارح ان في الشاب ده توفى او توفاه الله فللاسف يعني انا تقريبا يعني الامر اختلط بالنسبه لي وقلت هو صالح لكن حكيت قصه شاب تاني موجود في فرنسا كده يبقى عندنا اثنين شباب موجودين صالح الجبالي الله يرحمه ثم الشاب اللي انا سردت قصته بالخطا على انه توفي وهو لا لم يتوفى ربنا يا رب يديله الصحه ويرجع بالف سلامه ويشفيه ويعافيه هو وليد عبد الرازق وليد عبد الرازق اللي كان مع امه ومع اخوه كمان ربنا يا رب يشفيه الثلاثه اللي انا حكيت قصته من امبارح وليد حي وزي الفل وان شاء الله يرجع بالف سلامه انا مره تانية بعتذر وبعتذر لاسرته لان المهنيه لازم تحتم علينا كده الحقيقه لكن ممكن في زحمه الاخبار وفي زحمه المعلومات قد يسقط منا شيء سهوا معي على التليفون الدكتور جاسر البرقوقي ابن خاله الاستاذ وليد عبد الرازق دكتور جاسر مساء الخير واهلا بحضرتك مساء الخير استاذ عمرو اهلا بحضرتك ارجو تقبل اعتذاري لافراد الاسره فرضا فرضا لا يا فندم العفو حضرتك ما تعتذرش ربنا يا رب يعني تطلب من حضرتك دعوات حضرتك ودعوات ربنا يشفيه رب يا رب ويعافيه يعني كلنا يعني لازم ندعي يعفو عنه ويشفيه يا رب لان هو قد ايه مش عايز اقول لحضرتك هو قد ايه يعني انسان جميل ومحبوب قوي من الناس ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله هو والدته واخوه بالسلامه يا باذن الله وربنا يرحم الله يرحمه نعم طيب دكتور جاسر ارجوك يعني طمنا على حاله وليد لان مفيش اخبار كتير الحقيقه بتوصل وكان هي في معلومه واحده بس مش عارف ده ده تقصير مين ولكن كان في معلومه ان مصري واحد بس هو المصاب فما كناش عارفين هو مين بقى يعني عارف حضرتك فياريت تطمنا على حاله وليد والله حضرتك هو حاله وليد زي ما حضرتك زي ما كل الناس عارفه الحاله كانت مش مستقره الفتره اللي فاتت هو في الانتينسيف كير حاليا آه آه عمل عمليات ولسه في حاجات تانية هتتعمل آه الحاله مش مستقره و يعني ربنا يا رب يعافيه ان شاء الله ويرجع بالسلامه الحمد لله احسن من يعني اول يومين مم. فربنا يعافيه هل 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 السفاره على تواصل مع مع ولي مع وليد طبعا يعني هو ربنا يشفيه في اكيد مش حاسس باللي حواليه بشكل كبير ولكن مع مامته مع اخوه هل في تواصل من السفاره هل في آه آه اي دور قام حد قام بيه معاه؟ اه طبعا طبعا يعني رجال السفاره ما حدش أكثر خالص جميل و... نشكرهم على ده اه نشكرهم طبعا وبعد إذن حضرتك أدي لحضرتك والدتي فب... اتفضل عايز اتعقب بس مدام سهير أيوة. اتفضلي مدام سهير اهلا بيكي اهلا يا استاذ اهلا يا هانم اهلا يا هانم اهلا بيك اهلا بي. والله انا ليا كلمتين عايز اقولهم لحضرتك اتفضلي يا فندم وبوجههم للجمهور انت م. تشكر انك انت بتعتذر على خطأ لازم يعني الحمد لله لكن لازم. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه مم. وليد انصاب ب 11 شظية في بطنه نتيجة كان وقوفه جنب اثنين ارهابيين بيفجروا نفسهم بطنه ورجليه عملوا له لغاية دلوقتي أربع عمليات شالوا ست شظايا وفاضل لسه خمسة ما يقدرش إن حالته ما تسمحش لا رجل الله منهم انقطع الو... الشريان بتاعها ورجل انكسرت يعني حضرتك حالة صعبة جدا ربنا يا رب هو مسافر أصلا مع أخوه والدته لعلاج بره نبص نلاقي اللي, اللي قلع من الإصابة من وجهة نظري أنا لأن ده ابن أختي إن يتقال عليه إرهابي وللأسف الشديد إن المصريين بينقلوا الشائعة في ثواني يعني يعني كل بس ده مدام سوير كان في الاول كان اشتباه وبعد كده لا خلاص محدش هنا كان بيتكلم على ده عارفين ان المصري اللي بس كان مصاب ده شاب مش شاب عادي زائر ما كانش ارهابي واحنا عارفين هو شاب واحد بس فده اللي عمل حتى اللبس امبارح يعني لكن ابدا محدش قال على وليد ان هو ارهابي ابدا خلاص يعني الناس عارفه ان في شاب مصاب انا مش بقصد وليد اه عبرها. هما اتنين اللي انصابوا عندنا اه ما عرفنا ان هما اتنين اه الله يرحمه صالح الله يرحمه ووليد حالته خطره ومش مستقره لكن انا عايز اقول لشعبنا عموما ليه احنا بم... بنتفه من المصريين لما لما اي بلد بينقطع فيها حد نعم يقفوا بقوه يدافعوا عنه صحيح حتى لو ارهابي صحيح صحيح الا احنا ننتقل الاشاعه من واحد لواحد مصلحتك لكن لكن احنا احنا دورنا برضو ان احنا اه نوضح الحقيقه ونوصل للناس الصوره الحقيقيه ونصوب اي صوره خاطئه يعني مش عشان وليد بس بي. لا 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 بالعكس دي دي رساله عامه اشكر حضرتك عليها احنا مصريين عند حضرتك كل الحق ولا يمكن نعمل الاخطاء عند حضرتك كل يا فندم على اعتذار حضرتك لا يا فندم ده واجب وانا بعتذر لكل فرد في الاسره ويعني دعواتنا كلنا لوليد ومامته واخوه يا ريت لهم ارجوك يعني لو كلمتهم في اقرب فرصه شكرا فندم. جزيلا شكرا جزيلا مدام سهير ودكتور جاسر البرقوقي ابن خالد وخاله الشاب المصري وليد عبد الرازق ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويرجع من باريس ان شاء الله سالم غانم ان شاء الله في الحقيقه مجموعه من الاخبار الدوليه برضه من المتعلقه بمساله داعش والغارات الروسيه النهارده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في اجتماع مع عدد من العسكريين الروس قال ان توجيه الضربات اللي انتم او الضربات اللي انتم بتوجهوها لمعاقل داعش في عدد من المدن السوريه ضربات قويه ضربات مركزه هتجيب أه نتيجه اشك بيشكك ان هو الضربات الجويه اللي بتقوم بيها القوات الروسيه هتجيب نتيجه هل الرئيس الروسي زي ما قال كده بالظبط المهام تنفذ وتنفذ بشكل جيد لكن هذا غير كافي بعد لتطهير سوريا من المسلحين والارهابيين وحمايه روسيا من الهجمات الارهابيه المحتمله هل الرئيس الروسي بيحاول ان هو يهيئ المجتمع الروسي اولا ثم المجتمع الدولي ثانيا لما قد يكون تدخل بري روسي على الاراضي السوريه يعني هو بيقول الضربات اللي بنوجهها حتى الان يعني غير مجديه غير كافيه بهذا التعبير غير كافي. هل ده توطئه وتمهيد ان هيكون في عمليات بريه؟ هل العمليات البريه هتشترك فيها قوى اخرى كمان غير روسيا؟ خاصه لو عرفنا ان الكريملين اعلن اليوم إن الرئيس بوتين هيقابل آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يوم الاثنين الجاي. يوم الاثنين الجاي هيكون في اجتماع ما بين بوتن وخامنئي. هل فقط هيتحدثوا في أمور عامة ولا وطبعا الوضع في سوريا أكيد على رأس القائمة ولا ممكن يكون مسألة تكوين تحالف ودفع قوات برية؟ حضراتكم عارفين إن في قوات برية إيرانية بتعمل وقلنا المعلومة دي إمبارح إن الإيرانيين بيقولوا لولا الدعم اللي احنا بنقدمه لرئيس بشار الاسد بقالنا لنا اربع سنين تقريبا كان ممكن بشار الاسد وقع من حوالي سنتين او ثلاثه وانهم عرضوا عليه اللجوء ورفض اذا في اعتراف من ايران بوقوع خسائر فادحة في صفوفها داخل سوريا وجنود العامية وكبار المستشارين العسكريين داخل سوريا فهل بالتالي كمان روسيا هتنضم بالتنسيق مع حزب الله وبالتنسيق مع إيران وقد يكون قوى أخرى عسكرية أخرى الله أعلم هل سينضم ويشكل تحالف بري لمحاربة داعش حقيقة ده دا أمر هتكشف عنه الأيام القادمة ممكن على نص الأسبوع بعد لقاء بوتين وآية الله علي خامنئي في موسكو قد يكون هناك معلومات مؤكدة ولكن على الناحية الأخرى تركيا زعلانة من روسيا وتركيا استدعت السفير الروسي في انقره واستدعته المقر الخارجيه التركيه وبلغته رساله احتجاج شديده اللهجه على استهداف الطيران الحربي الروسي لمواقع للقوات التركمانيه اللي موجوده في روسيا في عفوا في سوريا في شمال سوريا، بلغوهم او ابلغوهم ان ده امر الحقيقه بترفضه الاداره التركيه جمله وتفصيل. على الجانب الاخر من العالم في حرب بتحصل اخرى على اللاجئين، مرشح امريكي معروف طبعا اللي هو بين كارسون بيصف اللاجئين من سوريا والعراق بيصفهم بالكلاب المسعوره، حقيقه لفظ يعني مش عارف حضراتكم ممكن توصفوا حضراتكم هذا الوصف بايه ده شيء يرجع لحضراتكم ولكن الراجل بيقول لفرانس برس ان دول عاملين الجايين دول عاملين زى الكلاب المسعوره بيضرب مثال هل ينفع انك في الشارع اللي انت ساكن فيه او في الحي اللي انت ساكن فيه تسيب كلب مسعور ماشي في الشارع يقترب من اولادك ويقترب منك بيقول في فرق ما بين الامن والانسانيه لازم اه احنا بنحب الكلاب ولكن في النهايه ده كلب مسعور لازم اتاكد اذا كان الكلب ده امن ولا لا وفي مناداه الحقيقه بضروره اتخاذ اجراءات لضمان عدم دخول ارهابيين او متشددين الى داخل الاراضي الامريكيه النهارده طبعا اجتماع مجلس النواب ما منعش دخول اللاجئين لا العراقيين ولا السوريين ولكن قال هو هيسمح بالدخول ولكن للناس الكلين الناس اللي عليهاش ما عليهاش اي شبهات امنيه او ليها اي نشاط ارهابي هيكون تدقيق الاول قبل السماح ليهم بالحصول على اللجوء داخل الولايات المتحده فاصل ونواصل Thanks <laughs> اهلا بحضراتكم مره اخرى وبنستكمل اخبارنا نعود باخبار محليه اخبار حلو الحقيقه او خبر حلو الحقيقه بنبدا بأخبارنا المحليه وهو وصول حوالي آلاف سائح اجنبي الى مدينه الغردقه في البحر الاحمر النهارده على متن عدد من الرحلات الجويه حوالي 11 رحله جويه وصلت مطار الغردقه اليوم في وفد سياحي صيني مكون من 240 فرد جم عشان يقضوا اسبوع في المدينه كمان ال 11 رحله ال 5000 سائح عفوا منهم 11 رحله جت من بريطانيا و 8 من المانيا بالإضافة إلى رحلات أخرى من أوكرانيا وبولندا ده كله الحقيقة بيجي في أخبار سارة مع الوفد البريطاني اللي كان موجود النهاردة أو امبارح والطاقة امبارح والطاقة عدد من المسؤولين المصريين وقال ان ان شاء الله الطيران او استئناف رحلات السياحه البريطانيه او الانجليزيه مره اخرى ستعود الى شرم الشيخ بشكل قريب او في وقت قريب ان شاء الله كمان في من بين اخبارنا المحليه استمرار الحملات اللي بتقوم بها عدد من الاجهزه المعنيه من وزاره التموين والتجاره الداخليه وبعض القيادات الامنيه بيستمروا في القيام بحملات تفتيش على عدد من المتاجر الكبرى والاسواق والجمعيات التي تقدم المواد الغذائيه للمواطنين وكان في توجه من الحكومه بضروره ضبط الاسعار في كلام ان هيتم الاتفاق مع عدد من سلاسل المحلات الكبرى او بنسميهم الهايبرز والمحلات اللي, اللي بتبيع بالتجزئه او شبه الجمله ان يكون في اتفاق على تقليل اسعار عدد من السلع الغذائيه بشكل متتالي يعني كل فتره هننزلوا اسعار مثلا تخفيضات على عشر سلع في 10 سلع في 10 سلع وهكذا كل فتره زمنيه وفي جهود الحقيقه زي ما بتقول وزاره التموين لضبط الاسعار والقضاء على الغلاء بس نتمنى الحقيقه نتمنى ان الاجراءات دي يكون لها اثر ملموس الناس بتنزل الشارع لكن بيواجهوا ناس في محافظه القاهره في حي السيده زينب لكن بتلاقي باقي محافظه القاهره وباقي المحافظات الاسعار فيها زي ما هي ولكن ازاي نتحكم في الاسعار بشكل مظبوط دون الضرر بالتاجر او دون الضرر بالمستورد وكمان تكون ليها نتيجه في الشارع ما يكونش مجرد مسكنات وقتيه بس على الجانب الآخر زي ما حضراتكم عارفين بعد ساعات هيبدأ تصويت المصريين في الخارج ده لو ما كانش بدأ في بعض الدول وإن شاء الله بعدها بيوم هيكون تصويت المصريين في الداخل يوم الحد ويوم الاتنين إن شاء الله في الجولة التانية من الانتخابات البرلمانية المصرية دكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أكد انتهاء الاستعدادات في المحافظات اللي تجرى فيها الانتخابات يوم الحد واثنين المقبلين هي طبعا بفكر حضراتكم في القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية كفي الشيخ الشرقية دمياط بورسعيد الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء في تنسيق مع اللجنه العليا للانتخابات وجميع الجهات المعنيه لتنفيذ كافه ما تم الاتفاق عليه وكافه الضمانات الماخوذه من قبل اللجنه العليا للانتخابات بان تخرج الانتخابات بشكل سليم واكد ان سيتم مواجهه اي مخالفات او اي خروج على القانون بكل حزم. على الجانب الاخر القوات المسلحه المصريه جهزت 160 الف مقاتل من ابنائها ومن جنودها هينتشروا في محافظات المرحله الثانيه قوات من الجيش الثاني وقوات من الجيش الثالث بالفعل بدات عمليات وبعض المناطق العسكريه الاخرى بدات الانتشار في الاماكن المحدده لها لتامين العمليه الانتخابيه بالنسبه ل 28 مليون و204 ناخد في 13 محافظة اللي ذكرناهم وكان طبعا في تأكيد من قيادة القوات المسلحة بضرورة تسهيل بضروره تسهيل العمليه على كبار السن وعلى النساء وعلى الشباب اللي هيتواجدوا في مقار اللجان وكان في اثناء من الفريق اول صدق صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي قائد عمل القوات المسلحه توجيه لرجاله بضروره المساعده في هذا الامر وكذلك بالتعاون مع رجال القوات برجال الشرطه التي تعمل الى جانب رجال القوات المسلحه أسيب حضراتكم مع اللقاء المميز واللقاء الجميل اللي كان أجراء الأستاذ خير رمضان مع المطربة اللبنانية ريم خشيش لقاء ممتع لقاء طربي جميل أسيب حضراتكم تستمتعوا به وكل الناس اللي بعتت اس ام اس على ممكن بنقول لهم يلا شوفوا أهو بناء على طلباتكم بالعيد هذا اللقاء الجميل مرة أخرى وسهرة سعيدة وإلى اللقاء